السلام عليكم ورحمة الله، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم إن شاء الله راح نبدأ بموضوع كلش مهم وشوية معقد، يعني أدري بيه، اللي هو الـ Disorders of Asset Base Balance. المحاضرة هاي راح نتحدث عن الـ Metabolic Disorders. إحنا الـ Asset Base Balance راح تشمل أربع مواضيع إن شاء الله: Metabolic Acidosis، Metabolic Alkalosis، Respiratory Acidosis و Alkalosis. إن شاء الله بهاي المحاضرة راح نغطي الـ Metabolic. Okay. Basic information. Concentration of hydrogen ions in both the extracellular and intracellular راح يكون extremely highly controlled. Very small changes will lead to a major cell dysfunction. هاي تعرفوها، يعني انه ال pH يعتمد على ال hydrogen ions وعلى ال bicarb ions. Okay. إذا صعدت ال hydrogen ions راح يقل ال pH وبالتالي يصير acidosis ويقل ال bicarb. إذا قل الهيدروجين وصعد البايكارب راح يصعد البي اتش وبالتالي يصير الكالوسيس. هاي نعرفها كلها احنا، هاي اي بي سي عندنا احنا. زين، احنا يعني بالاسيد بيز ديس اوردرز نعتمد على ثلاث شغلات: نعتمد على البي اتش، ونعتمد على البايكارب، اوكي، ونعتمد على البي سي او 2. زين، فهسه خلينا نجي نشوف شنو النورمال كونستريشن مالتهم. نورمال كونستريشن مال بايكارب تقريبا رينج 22 to 28، اوكي، مال بايكارب. البي سي او 2 نورمال، بي سي او 2 تقريبا 35 to 45، نورمال بي اتش 7.35 الى 7.45. اوكي، الهيدروجين ارتفيسيولوجيكال بي اتش هذا يكون تقريبا يعني 40 من يكون البي اتش نورمال، within normal range. اوكي، فمثل ما قلنا انه any increase in the hydrogen with a fall in the pH is termed acidemia. A decrease in the hydrogen with a rise in the pH is termed alkalemia. الديسوردرز راح نسميهن الاسيدوسيس والالكالوسيس مثل ما حكينا. زين، احنا شنو عندنا؟ اكو فد معادله عندنا حتى نحسب بيها pH، يعني خلينا نعرفها احنا، اللي هي الهندرسون هاسلباخ اكويشن. تقول انه الـ pH راح يساوي 6.1 زائدا log البايكارب على 0.03 multiplied by PCO2. فاذا تشوفون انه هو حتى بهاي المعادلة اعتمدنا على الـ يعني على البايكارب وعلى PCO2. اوكي، زين، هذا اكو فد simple approach هنا، هذا يعني كلش مهم وبسيط، يعني حتى نعرف البيشنت يعني بيا خانه هو، يعني ميتابوليك لو ريسبيراتوري، هل هو اسيدوسيس لو الكالوسيس. يعني فمثل ما قلنا راح نعتمد على البي اتش، البي اي سي او 2 والبايكارب. زين، هسه راح نحكيها هسه احنا، وهم ان شاء الله بنهايه يعني الاربع مواضيع ان شاء الله هم راح نعيدها. يعني فهسه كبدايه خلينا نشرح شلون تصير. هسه خلينا نبدا بالميتابوليك احسن، خلينا نبدا بالميتابوليك. بالميتابوليك اسيدوسيس شو يصير؟ قلنا يصعد الهيدروجين، هسه الهيدروجين خلاه نحكي لان ما موجود عندنا، يقل البايكر، مو صحيح؟ راح يقل البايكر، وبالتالي البي اتش راح يقل، يعني اسيدوسيس راح يقل. زين، فاذا هاي البايكر قل والبي اتش قل. زين، البي اي سي او 2 ايش راح يصير بيه؟ اللنج، البي اي سي او 2 مثل ما تعرفون هو ريليتد لللنج، فاللنج من تشوف انه اكو صار فد بالجسم يعني في حاله اسيدوسيس وصعد الهيدروجين قل البايكارب، فايش راح تسوي؟ تسوي فت كومبنساتوري هايبر فنتليشن، تظل تطلع سي او 2 واش اوت، تسوي سي او 2 واش اوت اوف سي او 2، تظل تطلع السي او 2 حتى تحاول انه تقلل الاسيدوسيس. السي او 2 راح يصير بعدين بايكاربونيك يتحول الى كاربونيك اسيد وغيره، وهم يصير مور جنريشن اوف هيدروجين، فهي تتخلص من عده حتى تحاول تقلل الاسيدوسيس. فبالتالي ايش راح يصير بالبي اي سي او 2 او البي سي او 2؟ هم راح يقل. اوكي، زين، بالميتابوليك الكالوسيس العكس. بالميتابوليك الكالوسيس يصعد البايكارب وبالتالي يصعد البي اتش. الجسم كومبنساتوري ميكانيزم شو يسوي؟ يسوي هايبو فنتليشن، يحاول يحتفظ بالبي سي بالسي او 2 هذا، حتى يسوي يعني يساعده انه جنريت مور هيدروجين ايونز حتى شويه يعادل السالفه. فبالتالي راح تشوف انه البي اي سي او 2 هم صعد، لما جاي يطلع هايبو فنتليشن. اوكي، بالنسبة للرسبيراتوري، الرسبيراتوري اسيدوسيس شلون تصير؟ الرسبيراتوري اسيدوسيس معناته الديفكت بدا من البي اي سي او 2. اوكي؟ فإذا هنا الرسبيراتوري اسيدوسيس البي اي سي او 2 صعد due to any cause، يعني هسه بعدين نحكي causes. صعد البي اي سي او 2 وبالتالي شنو؟ راح يقلل البي اتش. هاي نعرفها. الجسم كومبنساتوري ميكانيزم، اوكي؟ بالكدني
شنو يسوي؟ يسوي more reabsorption and retention of bicarb، حتى شوية يسوي alkalosis وبالتالي يعادل السالفة، فبالتالي البايكارب راح يصعد. respiratory alkalosis بالعكس، ال PaCO2 راح يقل، بالتالي ال pH يصعد. الكيدني كوباستري ميكانيزم يسوي more carbonate excretion bicarb excretion، بالتالي يقل البايكارب. زين احنا حتى يعني يعني هاي يعني الشرح مالته هيك يصير، هو بسيط يعني بس صفنوي، بس يعني مرات للسرعه ومرات يعني حتى لا تنسون او شيء، نتذكر فد نيمونيك لطيفه اللي هي تقول روم. روم مختصر شنو؟ respiratory opposites metabolic equal. يعني شنو؟ يعني بالريسبيراتوري البارامترز راح تكون بالعكس، يعني مثلا هسه نجي بالريسبيراتوري اسيدوسيس او الالكلوسيس، اذا نشوف البي اتش بالريسبيراتوري اسيدوسيس كان داونورد يعني ديكريست، بينما البي اي سي او 2 والبايكارب اثنيناتهم صعدن. بالريسبيراتوري الكلوسيس صعد البي اتش بس ذن اثنيناتهم نزلن. اوكي شباب؟ فاذا هاي الفكره مالتها هيج، انه ريسبيراتوري اوبوزيت البي اتش راح يكون عكس البايكارب والبي اي سي او 2، اذا صعد ذن يقلل واذا قل ذن يصعدن. زين ميتابوليك ايكوال، الميتابوليك اسيدوسيس او الكلوسيس راح تصير مساويات، يعني مثلا شنو؟ بالاسيدوسيس قل البي اتش ذن اثنيناتهم قلن، بالميتابوليك الكلوسيس صعد البي اتش ذن اثنيناتهم صعدن. فاذا الفكره شنو؟ اذا شفت البي اتش يعني قليل ناقص يعني اذا هذا اسيدوسيس. زين شوف البايكارب والهيدروجين، اذا هن الثينات قليلات الثينات الماشيات ويا البي اتش يعني بي اتش قل ذني هم قل، اذا هاي ميتابوليك اسيدوسيس. اذا لا والله شفتهم بالعكس اذا هذا ريسبيراتوري اسيدوسيس. زين شفت البي اتش صاعد اذا هذا شنو؟ الكلوسيس صاير. ونفس الشيء تقارن تشوف البايكارب والهيدروجين اذا هن ويا او ويا او ضده يعني صعدن او قلن، حتى نعرف هل هذا ريسبيراتوري او ميتابوليك. اوكي شباب؟ فهو هذا الابروش بشكل بسيط. زين هسه خلينا نبدا بالميتابوليك اسيدوسز. ميتابوليك اسيدوسز شنو قلنا استونا؟ البي اتش راح يقل، البي اي سي او البايكارب راح يقل، والبي اي سي او 2 هم راح يقل. زين سو ذا سيستميك بي اتش ويل فول تو ليس ذان 7.4 اند ات از كونسيدرد ميتابوليك اوريجين اوف ذا بايكارب از ليس ذان 24 وذ بيور ميتابوليك اسيدوسز. راح يصير قلنا كومبنسيشن يصير هايبر فنتليشن ووش اوت اوف سي او 2، فبالتالي حتى البي سي او 2 راح يكون ليس ذان 40. ان جنرال شباب ان جنرال الميتابوليك اسيدوسز الاسباب مالتها تدخل باربع شغلات: لو اسيد ادمنستريشن يعني هو ماخذ اسيد، او مور اسيد جنريشن بالجسم، او الاسيد ما جاي يصير بي اكسكريشن من الكدني يعني الكدني ما جاي يطلعه، او المشكله بالبايكارب يعني جاي يصير يعني اللوس مال بايكارب زاد ايذر من الجي اي تراكت او من الكدني. زين فهي هاي الفكره مالتهم مال الاسباب ما تطلع من ذني، لو اسيد ادمنستريشن، لو انكريز جنريشن ديكريز اكسكريشن، او انكريز بايكارب لوس. زين نجي شيء جدا مهم اللي هو الانيون جاب. شنو الانيون جاب؟ الانيون جاب هسه قبل لا يعني هذا شنو يقول هنا؟ يقول انه ذا توتال كاتايون تشارج كونستريشن ماست بي ايكوال تو ذا انيون تشارج كونستريشن. اوكي انه احنا شنو عندنا؟ عندنا احنا الكاتايونز اللي هن ذني البوزيتيفلي تشارج اهمها الصوديوم البوتاسيوم يعني، وعندي الانيون اللي هن نيجاتيفلي تشارج اللي هن الكلورايد مثلا البايكارب يعني وغيرها، حتى يعني مو بس ذني حتى اكو مثلا الفوسفيت الالبومين الاورجانيك اسيد كلها تكون انيون. زين فالفكره انه لازم يكون متساويات شباب، لازم الكونستريشن مالت الكاتايون كلها تكون مساويه للكونستريشن مالت الانيون كلها. زين فهسه خلينا نجي الانيون جاب شنو يقيس. الانيون جاب مثل ما تشوفون هنا أنا كاتب انه يساوي الصوديوم ناقصا مجموع الكلورايد زائدا البايكارب. اوكي مرات راح تلقون انه مرات يحسبوها يقولون الصوديوم زائدا البوتاسيوم، اكو مرات ما يحسبون البوتاسيوم للسهوله يعني عادي مو مشكله. فالفكره شنو؟ انه صوديوم ناقصا يعني الصوديوم هو الكاتايون الرئيسي ناقصا الانيون اللي هن الكلورايد والبايكارب. زين النورمال رينج او خلينا نقول النورمال انيون جاب ايش قد هو؟ 12 ملي ايكوفلنت 12 ملي ايكوفلنت بير لتر. زين احنا قلنا انه لازم الكاتايون يساوي الانيون، بعد ليش؟ يعني المفروض يطلع عن صفر. فليش هنا ما طلع صفر؟ الفكره انه احنا بالانيون جاب احنا ما جاي نقيس كل الانيون شباب.
جاي نقيس بس الكلورايد وبس البايكار. فبالتالي اكو عندي بعد انذر انايونز بالجسم انا ما قستهن ذني الان مشرت. فانا من انقص الكاتايون اللي هن الميجر من عندها والاكثرها وهو الصوديوم، انقصه من البايكارب الكلورايد، ايش راح يبقى عندي بالجسم؟ يبقى عندي بس ذني اللي انا ما حاسبهن اللي هن شنو؟ اللي هن يشمله البروتينز، السلفيت، الفوسفيت، اليوريت واورجانيك اسيد such as lactate، اهم شيء اورجانيك اسيد. اوكي شباب؟ فاذا الانيون جاب من انا اسويه راح اقيس بيه كميه هاي الاشياء. هاي الانمجرد انيونز. زين. فهنا if the concentration of these unmeasured anions then اللي حكينا عن organic acid وغيرهم if it is increases then the anion gap will increase. فشباب هي هاي فكرة الانيون جاب. زين هسه نجي احنا شنو فائدة هذا الشيء؟ يفيدنا وين شباب؟ يفيدنا بالميتابوليك اسيدوسز. من نريد نعرف الكوز. الميتابوليك اسيدوسز شباب من نريد نقسمها اكو نقول اكو هاي انيون جاب ميتابوليك اسيدوسز واكو نوع ثاني اللي هو نورمال انيون جاب ميتابوليك اسيدوسز. زين شلون؟ هسه بالهاي انيون جاب ميتابوليك اسيدوسز شنو يصير؟ البايكارب الكلورايد اوكي يعني هسه هو اسيدوسز فاكيد البايكارب يعني يعني راح يقل بس البريدومينانت والكوز والبدايه مالتها ما كانت من البايكارب. شلون بدت؟ مثلا خلينا ناخذ اكزامبل اهمها بالميتابوليك اسيدوس هو الاورجانيك اسيد مثلا اللاكتيت مثلا اللاكتيك اسيد الكيتو اسيد يعني ذني من يزيدن بالجسم راح يسوون هاي انيون جاب ميتابوليك اسيدوس. شلون؟ هسه احنا هاي هنا خلينا نجي نرسمها. هسه هو هنا يعني ذني الاورجانيك اسيد ذني يعني هيك مكان مثلا كميتين البايكارب هالقد والكلورايد هالقد. من تزيد نسبه ايش راح يصير؟ يصير انه راح تزيد نسبه الانيون جاب هنا اللي هنا الاورجانيك اسيد وهاي هنا راح يصير البايكارب وهنا راح يصير الكلورايد. اوكي؟ فهاي النسبه كلها راح تزيد. فبالتالي شنو تنطط انيون جاب؟ ولان قلنا اساس الانيون جاب هو يقيس هاي الكميه. زين فهذا شنو؟ من جانب اكو اورجانيك اسيد مور اسيد جنريشن فصارت اسيدوسز ومن جانب هن اساسا يعني يعتبر من الان مشرد انيونز فبالتالي راح يصير هاي انيون جاب ميتابوليك اسيدوسز. هسه هاي فهمناها ليش صارت هيك. زين هسه نجي للنورمال انيون جاب ميتابوليك اسيدوسز. النورمال انيون جاب ميتابوليك اسيدوسز انه يصير ميتابوليك اسيدوسز بس الاورجانيك اسيد ذني بالان مشرد انيونز ما به شيء، ما به لا زياده ولا نقصان ولا اي شيء. فالديفكت وين؟ الديفكت بذني بالمشرد. شلون يصير شباب؟ يصير انه هسه خلينا نرسمها من جديد، ذني الانيون جاب كميه نورمال. شو يصير؟ يصير باي كارب لوس بالميتابوليك اسيدوسز اللي تكون نورمال انيون جاب، يصير باي كارب لوس. فكميه البايكارب راح تقل. بس شنو اكو فد شيء بالجسم يعني شو ما تقول البايكارب والكلورايد دائما سوا يعني اذا واحد قل الثاني يصير بيغ ابزوربشن فمن يصير بايكارب لوس راح يصير مور اند مور كلورايد ري ابزوربشن. يعني انت خسرت بايكارب بس راح ترجع كلورايد هواي. ليش؟ حتى تخلي هاي الكونستريشن مالت المجرد انيون البايكارب والكلورايد تخليها سوا. فبالتالي هاي البايكار هنا راح تكون قليله بس هاي كلها راح تكون كلورايد. وبالتالي من تجي تقارنها مثلا ويا الصوديوم راح تكون النسبه هاي نفسها. النسبه هاي مالت المجرد انيونز البايكار بالكلورايد راح تكون كلها نفس الشيء، نفس النورمال. وبالتالي ماكو يعني ما راح تتغير واكيد يعني مثل ما قلنا انه ماكو اني تشينج بالامينو اسيد والان مجرد انيون فبالتالي تنطي نورمال انيون جاب. اوكي؟ فالبايكارب قل بس الكلورايد صار بي مور ابزوربشن فتعادلت السالفه. فشباب هي هاي فكره الانيون جاب. هسه نجي شنو يعني الكوز شنو هاي؟ هسه مثلا هنا عندنا الانكريزد انيون جاب او هاي انيون جاب ميتابوليك اسيدوسز اللي هي يعني تعتمد على الاورجانيك اسيد اللي هي اللاكتيك اسيد كيتو اسيد يوريميك توكسينز اند اذر توكسينز. زين اللاكتيك اسيدوسز تعتمد على اللاكتيك اسيد اكو يعني بيها ال تايب ودي تايب. اوكي يعني هاي تعتمد بس ككيمستري يعني كاورجانيك كيمستري وين يعني هاي بالاورجانيك كيمستري ما لها علاقه يعني لذلك سموها هاي ال تايب وهاي دي تايب. ال لاكتيك اسيد بيها تايب اي اند تايب بي.
بس انتم مو الا يعني كلش تعرفون كل واحد هالقد اسباب، بس اهم شيء تعرفون الكوزز يعني. انه مثلا التايب اي وين يصير؟ يصير بالتشو هايبوكسيا انا بريفر جنريشن اوف لاكتيت. مثلا بيشنت اللي هو يكون ان شوك ستيت، بيشنت يكون انوكسيا، تشتغل عنده الان ايروبيك ميتابوليزم، فبالتالي يصير مو جنريشن اوف لاكتيك اسيد. زين، او مثلا اكو مشكله بالليفر، اوكي، فصارت امبيرد ميتابوليزم اوف لاكتيت، اللاكتيت ما جاي يصير بالميتابوليزم، فصعدت نسبته، فصار لاكتيك اسيدوسز. او مثلا بيشنت ياخذ ميتفورمين، هذا هم يسوي انهبيشن لللاكتيت ميتابوليزم، فهم راح يسوي له نفس الشيء. بالنسبه للدي لاكتيك اسيد يعني مو كلش مهم، لان هو رير سندروم، اوكي، ممكن يصير ان ذا سيتنج اوف كاربوهيدرات مال ابزوربشن اللي هي الشورت باول سندروم، كولونيك بكتيريا كان ميتابولايز الكربوهيدرات ولود تتحول الى دي لاكتيك اسيد، بس هي تبقى ان هي رير. يعني اهم شيء هو الال تايب، لانه وين نشوفن؟ نشوفن ايذر ان كيسز اوف decrease metabolism or increase generation اللي هي حالة الهايبوكسيا وبالشوك يعني. فهاي أول نوع كانت. زين، النوع الثاني اللي هو الكيتو أسيد، اللي هو نشوفه بالدي كي اي معروف، يعني بالدايبتي كيتو أسيدوزيس أو بالستارفيشن أو بالألكوهوليك. يوريميك توكسينز هم وين نشوفه؟ بالأدفانس رينال فيلر وغيره. عندي أذر توكسينز اللي هي مثلا الميثانول ميتابولايز تو فورميك أسيد، الإثنال جلايكول والساليسيليت، الأسبرين أوفر دوزت والكوز أسيدوسيس، لأن هي يعني ساليسيليك أسيد. زين، فإذا هذا كله كان شنو؟ كان ال الهاي أنيون جاب ميتابوليك أسيدوسيس. شباب نيجي للنورمال أنيون جاب ميتابوليك أسيدوسيس، اللي قلنا شنو؟ إنه الأورجانيك أسيدس وذني كلهن ما بيهن أي تغيير، فإذا نورمال. قلنا إيش راح يصير؟ يصير باي كارب لوس ومور كلورايد ري أبزوربشن، فبالتالي شو نسميهم احنا؟ نسميهم هايبر كلوريميك ميتابوليك اسيدوسيس. هايبر كلوريميك ميتابوليك اسيدوسيس، وعرفتوا ليش يصير؟ لان باي كارب لوس و كلورايد ابسوربشن. فشنو الاسباب؟ شنو الكوزز مال هيك شيء يعني؟ ايذر ديو تو دياري، دياري مثل ما تعرفون انه راح يصير يعني باي كارب لوس من الجاستروانتستينال تراكت، قل الباي كارب فصارت يعني اسيدوسيس. وهاي يعني بالضبط ان هي يعني ما لها علاقه بال يعني بالاورجانيك اسيد او شيء، ما لها علاقه، فتنطي يعني نورمال انيون جاب او رينال تيوبولر اسيدوسيس. طبعا مو بس ذن الكوزز شباب، هم اكو انذر كوزز يعني. يعني ممكن حتى اذا تشوفون الفيديو مال او الشرح مال الاي في فلويد اللي نشرناه، هم حكينا انه احنا كنا بالنورمال سلاين مثلا، من اذا مثلا تنطي نورمال سلاين كل شيء، هم راح ينطي هايبر كلوريك ميتابوليك اسيدوسيس، مثل كان نطي يعني صوديوم كلورايد، نفس الفكره. بس احنا هسه راح اركز على الرينال تيوبولر اسيدوسس والدايري. الدايري حكيناها، هسه بقت الرينال تيوبولر اسيدوسس شنو فكرتها؟ اوكي شباب، شوفوا الرينال تيوبولر اسيدوسس شويه يعني موضوع يمكن ما ماخذ ما يعني منطينا حقه بالنفرولوجي وهيك، وشويه مو الكل يعني فاهمه، فراح نشرحها. الرينال تيوبولر اسيدوسس من اسمه تيوبولر واسيدوسس، اكو ديفكت بالتيوبولز بالنفرون يعني ويعني وادت الى اسيدوسيس، وهو بي فور تايبس. اوكي، يعتمد على وين بالضبط الديفكت صاير، هل هو بالبروكسيمال تيوبيول وبالديستال وبالكولكتنج دكت. زين، فهنا بس يعني رسم بسيط، هنا شنو عندنا شباب؟ هذا كله من هنا، هذا كله راح نعتبره هو التيوبيول. اوكي، يعني التيوبيول يعني مثلا شنو عندي؟ عندي هنا هاي الوول، هذا الوول اللي هنا شنو عندي؟ عندي channels اللي هي راح تسوي يعني الاكسكريشن والري ابزوربشن مالت الالكترولايت وغيرها، وهنا عندي بس اليومن مال يعني التيوب، اللي هو بعدين هذا وين ينتهي؟ ينتهي بالكولكتنج داكت، وينتهي باليوريتر، ويروح للبلادر، وينتهي باليورين. يعني هذا هنا اكسكريشن جاي يصير، وهنا شنو عندي؟ هنا عندي البلاد. اوكي، يعني هنا شيء جاي يصير، ري ابزوربشن، يعني شيء اللي يروح من هنا على هاي الجهه هذا راح نقول عليه ري ابزوربشن، واللي يروح من هاي الجهه هذا لليومن هذا راح ينتهي باليورين ويتم اكسكريشن. زين، هسه راح نحكي وين احنا؟ نحكي التايب الاول، النوع الاول من الرينال تيوبولر اسيدوسيس، اللي وين يصير شباب؟ يصير بالديستال كونفليتد تيوبولز، اكو يعني هم مرات يصير هم انفولفمنت الكولكتنج دكت، بس اهم شيء ديستال كونفليتد تيوبولز. زين، هسه خلينا نحكي نورمال فيسيولوجي. احنا شنو عندنا؟ عندنا الهيدروجين ايونز، اوكي، والبايكارب. زين، هسه هاي وين موجوده؟ موجوده بالوول، بس ركزوا يعني موجوده بالوول مال اليومن. زين، مال يعني التيوبيول.
فايش راح يصير؟ راح يصير انه انا شنو عندي؟ انا عندي بوتاسيوم، اوكي، وين موجود؟ باليومن. وهنا عندي كلورايد. ايش راح يصير؟ يصير انه اكو فد شانل هنا راح تشتغل. شنو تسوي هاي الشانل؟ راح تسوي اكسشينج اوف هيدروجين اند بوتاسيوم. يدخل بوتاسيوم، النت ريزلت راح تنطي انه يدخل بوتاسيوم، يصير البوتاسيوم هنا والهيدروجين يطلع. اوكي، بالتالي البوتاسيوم هذا والهيدروجين يطلع. زين، هاي يعني فد شانل راح تسوي هيدروجين اكسكريشن، اوكي، وبوتاسيوم ريابزوربشن ترجع من جديد. زين، ونفس الشيء يعني البايكارب، ولو هو يعني مو شغلنا هنا بالديستل، البايكارب نفس الشيء، اكو فد شانل يسوي اكسشينج ويا الكلورايد، مثل ما قلنا انه البايكارب ويا الكلورايد وهيج بالديستل كونفليتد تيوبولز يعني، فراح يصير بايكارب ريابزوربشن وكلورايد اكسكريشن، بس هذا يعني مو موضوعنا هنا. شباب، لاختصار الوقت، المشكله بالرينال تيوبلر اسيدوسس تايب 1 ما يصير انفولف من ديستال كونفوليتد تيوبولز، هاي الريسبتر راح تنضرب، هاي الريسبتر راح تنضرب بكل بساطه، الريسبتر هاي ما راح تشتغل، او هذا الكو ترانسبورتر اللي جاي يعبر ما راح يشتغل. فالنت ريزلت ايش راح تصير؟ تصير انه الهيدروجين ما جاي يصير بي اكسكريشن، وبالتالي وين يروح؟ يصير بي مور ابزوربشن، فشي يصير؟ يصير اسيدوسس. والفكره الثانيه انه البوتاسيوم كان هو يصير بي اكسشينج ويا الهيدروجين، فبالتالي البوتاسيوم ما جاي يصير بي ريابزوربشن، ما جاي يرجع، فبالتالي راح يصير لوس اوف بوتاسيوم، فيصير شنو البيشنت؟ يصير هايبوكاليميا. فاذا هي هاي المشكله بتايب 1، انه جاي يصير يعني ديفكت اوف هيدروجين اكسكريشن، فيصير ريابزوربشن بي وذ هايبوكاليميا. زين، هسه هذا كان تايب 1. تايب 2 شنو؟ تايب 2 يصير وين؟ يصير بالبروكسيمال كونفوليوتد تيوبولز. هسه هاي اول شيء بالبروكسيمال كونفوليوتد تيوبولز. زين، شنو يصير؟ نفس الشيء هسه هنا عندنا بالوول راح يصير الاكسشينج ثرو ريسبتر اكسشينج اوف هيدروجين والصوديوم. اوكي؟ هنا عندي راح يكون الصوديوم، فبالتالي راح يدخل الصوديوم هنا ويطلع هيدروجين ثرو ريسبتر. زين، فاذا صار عندي هنا صوديوم. زين، اكو بعدين فد ريسبتر ثانيه حلوه، هاي كنورمال فيسيولوجي جاي احكي، راح تعبر الصوديوم والبايكارب اثنيناتهم للبلد، فيتحول الى شنو؟ الى صوديوم بايكارب، ويصير بي ريابزوربشن وهيدروجين لوس. هاي نورمالي بالبروكسيمال كونفوليوتد تيوبولز. زين، الديفكت وين بالرينال تيوبلر اسيدوسز؟ ان هاي الريسبتر ما تشتغل، راح يصير بيها ديفكت، وبالتالي ايش راح يؤدي هذا؟ يؤدي انه البايكارب ما جاي يصير بي ريابزوربشن، فوين يروح؟ يصير بي اكسكريشن، فيصير لوس اوف بايكارب، بالتالي شو يصير؟ يصير اسيدوسس. النقطة الثانية انه الصوديوم هم ما جاي يطلع، فبالتالي هم راح يصير بي لوس. من يصير البيشنت شوي يبدا الصوديوم يقل عنده، ايش راح يتفعل؟ يتفعل الالدوسترون. الالدوسترون وين يشتغل؟ راح يشتغل على الكولكتنج دكت، ديستال يشتغل. فعلى الكولكتنج دكت، فبالتالي ايش راح يسوي؟ يسوي صوديوم ريابزوربشن وبوتاسيوم اكسكريشن. فبالتالي حتى هذا البيشنت مال التايب 2 ويل ديفلوب هايبوكاليميا شباب، لان يصير سكندري هايبر الدوستيرونزم. اوكي؟ اذا هذا كان تايب 2. بالنسبه لتايب 3 شباب، تايب 3 هو يقولون يصير كومبينيشن، يعني يصير ديفكت بالديستل كونفوليتد تيوبيوز وبالبروكسيمال، فمثل يعني مثل ما حكينا. ف اوكي هذا تايب 3، يبقى عندنا تايب 4 اللي هو يصير ديفكت بالكولكتنج داكتس. اوكي، بالكولكتنج داكت اللي هي المشكله كلها لها علاقه بالالدوستيرون. احنا قلنا الالدوستيرون شو يسوي؟ يسوي صوديوم ري ابزوربشن وبوتاسيوم اكسكريشن. هذا الصوديوم يصير بي مور ري ابزوربشن وبوتاسيوم اكسكريشن، هذا كنورمال فيسيولوجي. وايضا شنو شغله مهمه يصير عندي؟ انه هم الالدوستيرون له رول انه يسوي هيدروجين اكسكريشن، هم الهيدروجين يصير بي اكسكريشن كنورمالي اندر ذا افكت اوف الدوستيرون. فالمشكله بتايب 4 انه نفس الشيء يصير انه يعني ديكريز بالسنثيسيس مالت الالدوستيرون، او يصير ان ريسبونسفنس للالدوستيرون. فبالتالي النت ريزلت انه البيشنت ديفلوب هايبركاليميا، بس الصوديوم راح يصير بي لوست. اوكي، البوتاسيوم يعني راح هنا راح تنسد هاي، فبالتالي البوتاسيوم يظل بالبلد، يصير مور ابزوربشن، فالبيشنت ديفلوب هايبركاليميا.
وايضا الهيدروجين under the effect of aldosterone المفروض يصير بي اكسكريشن، بس ما جاي يصير بي اكسكريشن، جاي يرجع، فبالتالي هم البيشنت ويل ديفلوب اسيدوسس، يرجع من هنا. فاذا التايب 4 راح يصير بي اسيدوسس بس وذ هايبر كاليميا شباب. اوكي، فيعني الموضوع شوي انا يعني رجعت عليه وحكيت في صوره جماعه، لان هو يعني ما مشروح يعني بشكل عدل، فبس ان شاء الله تكونوا فهمتوه يعني. بس خلينا نقرا انه تايب 1 قلنا اللي هو ديستل، اللي قلنا مشكله انه تصير بالهيدروجين، انه inability to secrete the hydrogen in the collecting duct او بالديستل كونفليت تيوبول، it will lead to impaired excretion of ammonium into urine associated with hypokalemia. طبعا هاي قصدنا بالامونيوم، انه احنا الهيدروجين من بعدين يروح لليومن بالتيوبين راح يتفاعل هناك ويا الامينو اسيدز وغيرها، فيؤدي يعني يكون لي امونيوم وغيرها، وهي كلها راح تنخسر باليورين يعني. فالفكره انه راح يصير امبيرد اكسكريشن للامونيوم، لان اساسا ماكو هيدروجين ايون حتى يكون لي اياها. زين، التايب 2 اللي هو البروكسيمال يصير نفس ما قلنا انه ما له علاقه الهيدروجين ايون، انما يصير امبيرد بايكارب ري ابزوربشن اوسو اسوشيتد وذ هايبوكاليميا. تايب 3 قلنا هو يكون كومبينيشن. Type 4 defective aminogenesis due to decrease in aldosterone or hyper responsiveness إلى associated with hyperkalemia. فيعني إن شاء الله يعني تكونون فهمتوها هاي الرينال تيوبولار أسيدوسس. إذا هذا بس يعني رجعوا عليها شوية وإن شاء الله تنفهم. هسا وصلنا لل treatment of metabolic acidosis. أول شيء you have to treat the underlying cause. Fluid resuscitation. مثلا ال patient اللي أكو يعني metabolic acidosis يكون associated with sodium and water depletion. فبالتالي IV fluid راح يكون needed بهاي الحالة. زين، مثلا إذا كان هو DKA فبالتالي ننطي انسولين. زين، مثلا إذا كان ميثانول أو إيثانيل جلوكول بويزنينج نفس الشيء، ننطي التريتمنت مالته، ممكن حتى يحتاج دياليسيس. يعني كل واحدة على الكوز مالتها شباب. أسبرين أوفر دوز، ألكالين دايوريسيس، ممكن إنه نحن ننطي بايكارب وذ دايوريتكس، ممكن حتى بالأخير ممكن حتى يحتاج دياليسيس. زين، correct the disorders of potassium. شباب انتوا هسه سألوا نفسكم سؤال مهم، هو الميتابوليك اسيدوسيس اكثر شيء راح تكون اسوشيت وذ هايبركاليميا اور وذ هايبوكاليميا؟ موستلي هي وذ هايبركاليميا شباب. ليش؟ لان من يصير عندي انا ميتابوليك اسيدوسيس ات اسيلولر ليفل، الجسم يبدا يسوي كومبنساتوري ميكانيزم. اوكي، فهسه خلينا نفترض هذا الانترا سيلولر وهنا الاكسترا سيلولر، فحتى الجسم يبدا يتخلص من الهيدروجين من اللي هو ميتابوليك اسيدوسس، فيحاول انه يتخلص من الاكسس هيدروجين ايون، فايش راح يسوي؟ يسوي اكسشينج اوف هيدروجين وذ بوتاسيوم، يصير انه الهيدروجين يدخل والبوتاسيوم يطلع. اوكي، فبالتالي يصير يعني اكسترا سيلولار شيفتنج اوف ذا بوتاسيوم. اذا ترجعون على محاضره البوتاسيوم اللي حكيناها وشرحنا بيها، قلنا انه الميتابوليك اسيدوسس راح يسوي شيفتنج اوف ذا بوتاسيوم، يعني اكسترا سيلولار شيفتنج، يسوي يعني ريديستريبيوشنال هايبركاليميا. يعني شباب هي الفكره انه يعني هم تخلون بالكم انه هم ذول يعني شلون مكبلين الهيدروجين والبوتاسيوم دائما سوا، يعني هسه حتى اذا تعكسوها يعني حتى ممكن يعني حالات الهايبوكاليميا هم راح تكون اسوشيت ويا الكالوسز وغيرها، نحكي وقتها، بس الفكره انه هم هاي يعني ممكن يصير حتى بالعكس، يعني ممكن يصير يعني البوتاسيوم شيفتنج انسايد ذا سيل ويطلع هيدروجين، فممكن حتى تصير بالعكس. زين، فهسه الفكره انه اكثرهم البيشنت راح يكونون هايبركاليميا، فاحنا نعالج هاي الهايبركاليميا. طبعا ما عدا اذا كان البيشنت يعني رينال تيوبولر اسيدوسس تايب 1 او تايب 2، فهم راح يكون البيشنت هايبوكاليميا بهاي الحاله مثل ما شرحنا، فهم نعالجها يعني. يعني يو تريت ذا ديسوردر اوف بوتاسيوم ايذر انكريس اوف ديكريس. زين، consider treatment with alkaline. ممكن تعطي انت يعني فت الكالاين حتى شويه تقلل الاسيدوسس، اللي هي ان فورم اوف صوديوم بايكارب especially with very low pH. بس شنو الريسك مالتها؟ انتو احنا شنو قلنا؟ يعني اكو ريسك مالتها على البوتاسيوم. اذا ترجعون لمحاضرة البوتاسيوم قلنا من الشغلات اللي يعني تسوي هايبوكاليميا اللي هي الميتابوليك الكالوسيس. اوكي، لان نفس الشيء يعني راح يصير الكالاين ميديا، فبالتالي الجسم يريد يسوي مور جنريشن اوف هيدروجين ايون حتى شوي يقلل، فنفس الشيء يطلع الهيدروجين ويدخل انسايد ذا سيل بوتاسيوم، فتصير يعني انترا سيلولار شيفتنج اوف ذا بوتاسيوم، فتصير ريديستريبيوشنال هايبوكاليميا. فمرات من نطي احنا البايكارب والبيشنت اساسا هايبوكاليميا راح يسوي مور ووكسنينج بالكونديشن مالته. فهنا هي الفكره، هاي مشكلتها. فيو هاف تو كوركت ذا بوتاسيوم ديفيسنت فيرست.
المشكلة الثانية هي الفوليوم اوفر لود، لان انت راح تنطي ان ذا فورم اوف صوديوم بايكارب، هذا الصوديوم ممكن يسوي اكساسربيشن اوف بلمونري اوديما وفوليوم اوفر لود يعني. فاذا لازم انت تكون اكيوريت بالبايكربونيت ديفيسنت، يعني انه تعتمد على هاي المعادلة، تقدر انه انت تسوي البودي ويت، الويت مالتك في 0.5، وهنا أنا يعني تحسب البايكارب الديزايرد ناقصا المجد، وتشوف ايش قد هو يحتاج البيشنت بايكارب. So with acute treatment, 50% of the bicarb deficit should be replaced during the first 24 hour. فشباب يعني تقريبا هي هاي كانت كل شيء عن الميتابوليك اسيدوسيس. اوكي، قلنا الانيون جاب الهاي والنورمال انيون جاب، وقلنا كل واحده التريتمنت مالتها او يعني بشكل عام. زين، ننتقل للميتابوليك الكالوسيس. ميتابوليك الكالوسيس العكس، قلنا شنو؟ يصعد البايكارب، يصعد البي اتش، يصعد البي اي سي او 2. زين، increase in the plasma bicarb and the plasma pH with a compensatory rise بالبي سي او 2. شنو الكوزز مالتها؟ كوزز مالتها شباب، اول شيء عندكم الكلورايد ديبليشن، هاي اهم شيء. الكلورايد ديبليشن اللي هي شو يسموها مرات؟ سلاين سنسيتيف ميتابوليك الكالوسيس. مثل ما حكينا احنا بالنورمال انيون جاب، قلنا شنو يصير بالميتابوليك اسيدوسيس نورمال انيون جاب؟ قلنا يصير لوس اوف بايكارب، وبالتالي ايش راح يسوي؟ يسوي مور ري ابزوربشن اوف كلورايد. هنا ايش راح يصير؟ من يصير بالعكس، يصير كلورايد لوس فيصير مور ري ابزوربشن اوف بايكارب، فبالتالي يصير الكالوسيس. اوكي؟ يورين كلورايد طبعا لان ماكو كلورايد، فحتى اليورين كلورايد راح يكون less than 10 ملي كوفلنت بير لتر، ويسمونه سلاين سنسيتيف، ان هم يعني من تعطيهم نورمال سلاين اللي هو صوديوم كلورايد هاي راح يستجيبون له. فشنو الكوزز يعني بالكلورايد ديبليشن؟ هي فوميتنج اول شيء. فوميتنج انت راح تخسر هيدروكلوريك اسيد، فمن جانب انت جاي تخسر هيدروجين ايونز اللي هي راح يعني تسوي الكالوسيس، يعني خسرت هيدروجين، ومن جانب ثاني هم خسرت كلورايد، فيصير مور بايكارب ريابسوربشن. ايضا الدايريتكس، اللوب والثازات دايريتكس، دايريال ستيت بحالات معينه هي فيلس ادينوما وكونجنتال كلوروداياريا وسيستيك فايبروسيس اللي هي بالهاي سويت كلورايد. هاي نقصد بيها انه يعني سيستيك فايبروسيس يصير ديفكت بال ريسبتورز، يعني اللي هي العلاقه بالكلورايد والصوديوم، فبالسويت جلاند تصير انه نسبه الكلورايد كلش عاليه، لان ما جاي يصير بي اكسشينج ويا الصوديوم يعني. فبالتالي من نجي نشوف السويت نشوف بي هاي كلورايد، فهو هذا تيست يعني يسمونه بالدياجنوز مالته هاي سويت كلورايد. فنفس الشيء يصير بعدين ويا السويت يصير لوس اوف كلورايد يعني، فيصير مور بايكارب ابزوربشن فتصير الكالوسيس. او لا، او ما له علاقه الكلورايد، ممكن هايبوكاليميا. ومثل ما حكينا هايبوكاليميا يعني شنو؟ اذا بوتاسيوم قليل راح الجسم يسوي يعني شيفتنج اوف ذا بوتاسيوم تو ذا اوتسايد. اوكي، يعني يسوي اكسشينج، يصير هيدروجين يدخل انسايد ذا سيل ويطلع البوتاسيوم، فبالتالي يقل الهيدروجين فتصير ميتابوليك الكالوسيس. هاي نقسمها with mineralocorticoid excess يعني sometimes. طبعا يورين كلورايد مور ذان 10 يعني ما له علاقه، ماكو كلورايد ديبليشن. فنقسمها according to the blood pressure، هل البيشنت نورمال بلاد بريشر او هايبر تنشن؟ اذا هو هايبر تنشن ممكن يكون بحاله البرايمري الدوستيرونزم، نفس الشيء راح يسوي لي هايبوكاليميا وبالتالي تنتهي بميتابوليك الكالوسيس. اوكي؟ ممكن اذر يعني نفس الكوشينج، الليدل سندروم وغيره. زين، نورمال بلاد بريشر اللي هي بالباكتر والجيتلمان سندروم. ايضا يعني عندي شغلات كوزز اللي هي بالهايبر كالسيميك ستيت، هايبر كالسيميا اوف مالجنسي او ميلك الكالاي سندروم. هنا يعني هي مو الهايبر كالسيميا بحد ذاتها اللي راح تسوي الميتابوليك الكالوسيس، بقد ما انه الكو اكزيستنج انايونز الموجوده ويا الكالسيوم، يعني الكالسيوم راح يكون كومبايند وذ انذر انايونز، وهاي اللي هي راح تسوي لي الميتابوليك الكالوسيس. اكسوجينس الكالاي، البيشنت اللي اساسا ياخذ يعني بايكربونيت ثيرابي مثلا، بيشنت ويز سي كي دي، ذول هم يصير فيهم ميتابوليك الكالوسيس. بالنسبه لل يعني كلينيكال فيتشرز، apart from manifestation of the underlying cause، قلنا من يصير raise مالت ال pH من يكون abrupt، اكو فد مشكلة تصير شباب. الكالسيوم شباب، الكالسيوم البايندينج، احنا تعرفون انه most of the calcium هو يكون bind to albumin، bound to albumin. فال pH من يصعد، اوكي، من يصير الكالوسيس راح يزيد البايندينج مالت الالبومين للكالسيوم، يزيد. فبالتالي نسبة الفري كالسيوم، نسبة الفري كالسيوم شباب راح تقل.
الفري ايونايزد كالسيوم راح يقل، لان صاعد البي اتش زيد البايندنج مال الالبومين للكالسيوم، فبالتالي البيش او الميتابوليك الكالوسيس ماي ديفلوب سيمتومز اوف هايبوكالسيميا، لان الفري ايونايزد كالسيوم قل عنده. زين، فيصير عنده مثلا نيورو ماسكولار اريتابيلتي، بريديسبوز تو سيجر، باراستيزيا، ماسل كرامب، ممكن حتى اريثميا. بالنسبه للتريتمنت نفس ما قلنا، اكو ذولي السلاين سنسيتيف ميتابوليك الكلوسز اللي هم جماعه الكلورايد ديبليشن وغيرهم، ذولي ممكن تعطيهم يعني نورمال سلاين يعني تتعدل حالتهم، ممكن حتى يحتاجون بوتاسيوم سبلمنت. جماعه الهايبوكاليميا يعني تعطيهم بوتاسيوم سبلمنت ممكن هذا يعدل السكندري هايبر الدوستيرونزم، ف ترجع الكدني يعني شويه تتعدل وضعيتها وتسوي اكسكريشن اوف ذا اكسس باك عند الكلاي. بحالة الميتابوليك اسيدوسز النورمال اور انكريزد فوليوم، تريتمنت شود فوكس اون ذا مانجمنت اوف اندرلاين كوز، يعني يعني تعتمد على الكوز يعني بعد. مثلا ريبلينش البوتاسيوم اور مغنيسيوم ديفيسنت، جيف بوتاسيوم سبيرنج دايركتكس بالهايبر فوليوم، مثلا اذا اكو حاله سوت لك فوليوم اكسس تتخلص انطي بوتاسيوم سبيرنج دايركتك، كاربونيك انهايدريس انهبيتر، اند اولسو ريموف ذا سورس اوف الدوستيرون، مثلا اذا ادرينال ادينوما جاي يصير مثلا الدوستيرون هواي، ريموف ذا سورس اوف ات. طبعا بالنسبه للكاربونيك انهيدريس انهبيتر شباب شنو فكرتها يعني؟ انه شباب بس ارجع هنا حتى يمكن اكو شيء نسيت اقول لكم، انه اساسا شنو فائده الكاربونيك انهيدريس؟ شباب احنا عندنا الهيدروجين والبايكارب من يدخلن لليومن اوكي؟ للوورد يعني ثرو ريسبترز ما يدخلن قبل. احنا عندنا الهيدروجين وال البايكارب ذني يتحدن فينطن H2CO3 انه بعدين بايكاربونيك انهيدريس انزيم مثل ما تعرفون يتحول الى H2O و CO2، وذني بعدين الاثنيناتهم يدخلن تو ذا انسايد اوف ذا وول ثرو ريسبترز، وبعدين هناك هن ال H2O و CO2 بالعكس يصير يعني يتحدن يرجع يسوون H2CO3 انه بعدين ينفصلن يسوون هيدروجين وبايكارب وتستمر السالفه مثل ما حكينا. فالقصد انه هن ما يدخلن قبل، فاحنا اذا نعطي كاربونيك انهيدريس انهبيتر يعني راح نوقف هاي العمليه، وبالتالي البايكارب ممكن انه دايركتلي يصير بي اكسكريشن، فبالتالي تقل يعني الالكالوزز تقل فتتعدل السالفه، هو هذا القصد بها يعني. اوكي شباب تقريبا كانت كل هاي يعني الموضوع عن الميتابوليك اسيدوسز اند الكالوزز، يعني ان شاء الله تكونون فهمتوا الموضوع. نشوفكم ان شاء الله بالموضوع الجاي، شكرا.